مدينة بيروت. يعود تاريخ المدينة لأكثر من 5000 عام قبل الميلاد، حيث كانت مملكة مستقلة ثم خضعت لحكم المصريين في عهد الفرعون تحتمس الثالث. وبعد المصريين قام كل من الأشوريين والكلدانيين والفرس بالسيطرة على المدينة، ثم ضمها الإسكندر الأكبر لإمبراطوريته. في سنة 400 قبل الميلاد دمرها الملك الهيليني ديودوتوس تريفون خلال صراعه للسيطرة على عرش الدولة السلوقية. احتل بيروت القائد الروماني ماركوس أغريبا، واشتهرت تحت الحكم الروماني بمدرسة القانون، واستمرت بتدريس الحقوق لأكثر من 300 عام. فتحها العرب بقيادة معاوية بن أبي سفيان، اتخذها المسلمون قاعدة عسكرية انطلق منها الأسطول العربي الذي فتح جزيرة قبرص. استغل البيزنطيون اضطراب أحوال الدولة العباسية، فاحتل بيروت ملك البيزنطيين، ثم أخرجته منها القوات الفاطمية. هجمها الصليبيون وتمكنوا من احتلالها. وفي زمن دولة المماليك في مصر أرسل الملك الأشرف خليل جيشا كبيرا إلى المدينة فاستعادها. بعد معركة مرج دابق سنة 22 و900 للهجرة، والتي هزم فيها المماليك أمام العثمانيين، دخلت بيروت في حكم الدولة العثمانية. في السنوات العشر الأخيرة من القرن العاشر الهجري تغلب عليها الأمير فخر الدين ابن معن. في سنة 36 و300 للهجرة سقطت المدينة بأيدي قوات الحلفاء بقيادة الجنرال إدموند أليمبي، وأعلنت عصبة الأمم المتحدة بيروت خاضعة للانتداب الفرنسي. تم استقلال لبنان سنة 65 و300 للهجرة